بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 51 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك. حياكم الله. من الولاية الشمالية في السودان مستمع يقول طيغور بهاجيل إبراهيم، بعث برسالة وضمنها جمعا من الأسئلة. في أحدها يقول: رجل حضر إلى المسجد ووجد الصلاة قد أقيمت والصفوف قد اكتملت تماما، ولم يجد فرصة لأن يقف مع الإمام، فماذا يفعل في مثل هذه الحالة؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، فهذا الذي دخل والصفوف قد تمت ولم يجد فرجة يدخل فيها ينتظر حتى يأتي من يصف معه خلف الصف، ولا يصلي وحده خلف الصف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال: لا صلاة لفذ خلف الصف، وأمر من صلى خلف الصف وحده أن يعيد الصلاة، فعليه أن ينتظر، وما دام أنه مسجد فلا يعدم داخلا وقادما للصلاة من جيران المسجد أو غيرهم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: رجل له جار وكانت علاقتهما حسنة جدا، وفجأة شعر هذا الرجل بأن جاره قد قطع هذه العلاقة بدون أي مبررات، وكلما حاول المستحيل بغية رجوع هذه العلاقة إلى طبيعتها لم يستطع، رغم أن ذاك الرجل يعلم تماما وصية الرسول صلى الله عليه وسلم بحق الجار، فهل يعتبر هذا الرجل آثما إذا لم يواجه جاره ويسأله عن سبب ما بدر منه؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أن الجار له حق، قد أوصى الله تعالى به في محكم الكتاب، فقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب صاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني للجار، تظننت أنه سيورثه. الجار له حق كبير على جاره، وما ذكره السائل من أن جاره قد قال ولا يدري ما السبب، فعليه أن يحاسب نفسه لعله أساء إلى جاره أو ارتكب في حقه مخالفة، فيعتذر إليه ويطلب منه المسامحة عما بدر منه، وإن لم يتذكر مخالفة في حق جاره فعليه أن يتصل بجاره ويسلم عليه ويستمر على ما كان منه قبل ذلك من المواصلة وحسن الجوار، فلعل جاره أن يتراجع، وإن لم يتراجع فإن هذا أدى ما عليه ويكون الإثم على الجار المقاطع، لكن هو يستمر في الاتصال بجاره وإحسان الجوار والإحسان إليه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: فسروا لنا هذه الآية الكريمة: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ويل كلمة وعيد، وقيل هي واد في جهنم والعياذ بالله، للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، المراد بهم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، فهم يصلون ولكنهم لا يصلون على الوجه المطلوب، بل يؤخرون الصلاة عن وقتها، فإن عليهم هذا الوعيد الشديد. وكذلك في قوله تعالى: خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف
يلقون غيا، والغي كلمة وعيد أو واد في جهنم، ومعنى أضاعوا الصلاة أخروها عن وقتها، كما يرتكبه بعض الناس من تأخير الصلاة عن وقتها فينام عن صلاة الفجر ولا يصلي إلا بعد طلوع الشمس، أو ينام عن صلاة العصر ولا يصليها إلا بعد غروب الشمس، أو ينام عن غيرهما من الصلوات حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. كل هذا يتناوله هذا الوعيد الشديد، فعلى المسلم أن يتنبه لذلك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الرياض رسالة بعث بها مستمع يقول: المرسل ميم صاد أشراري يسأل ويقول: ذكرت لي زوجتي أنها وأمها طافوا بالبيت الحرام بنية العمرة بغير وضوء، ولم يخبروا أحدا بذلك إلا بعد سنتين، فماذا عليهم الآن جزاكم الله خيرا؟ هؤلاء لا تصح عمرتهم لأنهم طافوا على غير وضوء، والطواف تشترط له الطهارة، من شروط صحة الطواف أن يكون على طهارة من الحدث الأكبر والحدث الأصغر، فبناء على ذلك تكون عمرتهم غير صحيحة والإحرام باق عليهم إلى الآن، فعليهم أن يرجعوا إلى مكة، يعيدوا عليهم ملابس الإحرام كما كانت ويرجعوا إلى مكة ويؤدوا العمرة لطواف وسعي وحلق أو تقصير مع الطهارة في الطواف. وإذا كان حصل على أحد منهم جماع في هذه الفترة فإن عليه أن يفعل ما ذكرنا، أن يعود ويؤدي العمرة التي أخل بها، ثم يعود إلى الميقات الذي أحرم منه العمرة بهذه العمرة، ويحرم منه بعمرة ثانية قضاء في هذه العمرة الفاسدة، ويؤديها على الوجه المشروع من طواف وسعي وحلق أو تقصير مع الطهارة في الطواف، ويذبح شاة فدية عن المحظور الذي فعله. أما إذا لم يكن حصل منه جماع في هذه الفترة فعليه ما ذكرنا في أول الجواب، أن يعود ويبادر، يعيد عليه ملابس الإحرام ويرجع إلى مكة ويؤدي العمرة من جديد، يعني يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، لأن العمرة التي أداها في الأول وهو على غير طهارة في طوافها تكون غير صحيحة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع رمز إلى اسمه بالحروف عين ميم يسأل ويقول: هل أنا ظالم لزوجتي بسبب غيابي عنها لأكثر من 6 أشهر، رغم أننا متزوجون من فترة قصيرة وأمضيت معها 5 أشهر ثم سافرت؟ جزاكم الله خيرا. نعم، أنت أخطأت عليها في طول الغياب، إلا أن تكون قد سمحت لك بذلك، لأن لها حق الذهاب إليها بعد كل 4 أشهر، هذا إذا كنت تقدر على الرجوع إليها، أما إذا كنت لا تقدر على الرجوع إليها فأنت معذور، ولكن عليك أن تقنعها بذلك وأن تبين لها العذر الذي حال بينك وبين الرجوع. أما إذا كنت تستطيع الرجوع فإنه يجب عليك أن ترجع بعد كل 4 أشهر إلا إذا سمحت لك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يقول: المحاسب محمد عبد الحميد راشد من جدة يسأل ويقول: أعمل هنا منذ فترة وقد اجتمع لي مبلغ من المال وأنا أستثمره في إحدى الجهات الآن، وأسأل عن كيفية الزكاة جزاكم الله خيرا، هل هي على المال على رأس المال وعلى الربح أم على الربح فقط جزاكم الله خيرا؟ الزكاة تجب في الجميع، في رأس المال وفي الربح، لأن الربح تبع لرأس المال. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل عن مشروعية السواك، ولا سيما وقد قرأ حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالوضوء مع كل صلاة ومع كل وضوء بالسواك، رواه أحمد بإسناد صحيح، هكذا يقول صاحب الرسالة. ويسأل حينئذ عن مشروعية السواك، ولا سيما أنه يرى أن بعض المصلين لا يتسوك إلا عند إقامة الصلاة، ثم إن الإمام قد يشرع في الفاتحة وهو لا يزال يستعمل السواك، ويرجو من فضيلتكم التوجيه جزاكم الله خيرا. المعروف من لفظ الحديث: لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي رواية عند كل صلاة. والسواك سنة مؤكدة ويتأكد عند الوضوء، يعني قبل الوضوء قبل المضمضة، ويتأكد أيضا عند الدخول في الصلاة وعند تلاوة القرآن وعند تغير رائحة الفم عند دخول المسجد وهكذا. وكل ما أكثر الإنسان من السواك فإنه أحسن، لأنه عبادة
عظيمة وفيها فوائد كثيرة أشار إليها صلى الله عليه وسلم بقوله: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب عز وجل. وكون بعض الناس يترك السواك يعتبر تفريطا منه وتركا لسنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. له ملاحظة على المساجد التي يوجد فيها متأكي في الصف الأول ولا سيما فيما يسميه العامة بالروضة، هل يعتبر ذلك مشروعا أو أنه من الأمور المبتدعة؟ جزاكم الله خيرا. ليس هو من الأمور المبتدعة وإنما هو مباح، لأن فيه إعانة للمصلين الذين يجلسون في المسجد ولا سيما كبار السن، هم بحاجة إلى أن يتكئوا على شيء يعينهم على الجلوس في المسجد تلاوة القرآن، فلا مانع من ذلك، وهو من المباحات والحمد لله ومما يعين على طاعة الله عز وجل. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من اليمن صنعاء مستمع الرمز إلى اسمه بالحروف ها واو يا يسأل ويقول: أعيش أنا وأبي وإخواني المتزوجون جميعا في بيت واحد، وقد بنينا مسجدا صغيرا يتسع لحوالي 20 مصل وحوش صغير تابع له، ونحن بجوار قرية بها جامع تقام فيه الصلوات الخمس والجمعة. هذا الجامع لا يبعد عنا حوالي 300 متر تقريبا، فهل تصح صلاتنا في مسجدنا؟ صلاتكم تصح إن شاء الله في مسجدكم، ولكن إذا كان لا يشق عليكم الذهاب إلى المسجد الجامع الصلاة فيه فهو أفضل، لأن ما كان أكثر جماعة فهو أفضل عند الله سبحانه وتعالى. كذلك المسجد القديم له ميزة، فإذا تتمكنون من الذهاب إلى المسجد الجامع فهو أفضل لكم. نعم. جزاكم الله خيرا. تكملة لسؤاله يحفظكم الله شيخ صالح، يقول إنه أحيانا لا يصلي في مسجدنا إلا نفر واحد، فهل لكم من توجيه يحفظكم الله؟ إذا هذا يتأكد عليه، إذا لم يكن معه من يصلي معه جماعة نعم فإنه يتأكد عليه الذهاب إلى المسجد الجامع والصلاة مع الجماعة، ولا يجوز له أن يصلي منفردا وهو يقدر على الذهاب إلى الجماعة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: عندما أؤدي الصلاة أشعر بالخشوع أكثر عندما أكون مغمضا لعيني، فهل هذا جائز؟ ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه يكره إغماض العينين في الصلاة، لكن إذا فعله لحاجة فلا بأس بذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. أصلي العشاء وأترك الوتر ثم أنام على أن أقوم فأصلي الوتر قبل دخول الفجر، أحيانا أقوم وأحيانا أنام حتى ينتهي الليل بدون وتر، ثم إني أصلي أحيانا الوتر قبل النوم، فماذا يكون توجيهكم يحفظكم الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن يوتر الإنسان قبل أن ينام إذا كان لا يثق من قيامه في آخر الليل، فالأولى بك والأحسن أن توتر قبل أن تنام، وإذا قمت من آخر الليل تصلي ما تيسر لك وتكتفي بالوتر الأول. أما إذا كنت تثق من قيامك في آخر الليل فإن تأخير الوتر إلى آخر الليل أفضل، فتقوم وتصلي ما تيسر في آخر الليل وتختم ذلك بالوتر قبل طلوع الفجر. أما إذا نمت عن الوتر ولم تقم إلا عند طلوع الفجر فإنه يكون قد فاتك الوتر، ولكن إذا قضيته في النهار فيما بين ارتفاع الشمس بدرمح إلى دخول وقت الظهر، إذا قضيت الوتر في هذه الفترة فهذا حسن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله إذا نام عن ورده في الليل، فإنه كان صلى الله عليه وسلم يقضيه في الضحى وكان يشفعه صلى الله عليه وسلم. فإذا كنت توتر بثلاث إنك تصلي الضحى أربعا، وإذا كنت توتر بخمس تجعلها ستا، وهكذا. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أود أن أحج، ومع الحج أقول سوف أقضي بعض الأمور هناك، فهل علي شيء في هذا وهل يقبل حجي إذ أنني لم يسبق لي أن حجيت؟ جزاكم الله خيرا. لا مانع أن الحاج يقضي بعض أموره في مكة، كان يتاجر بمال أو يؤجر نفسه لعمل في موسم الحج ويحج، لا مانع من ذلك. قال سبحانه وتعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وذلك أن بعض الصحابة
كأنه أشكل عليه الاتجار في موسم الحج يعني إلى الحجاج، أنزل الله هذه الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فلا بأس أن يحج الإنسان ويتكسب في موسم الحج، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخت لنا تقول شين ميم محمد الحازمي، تسأل جمعا من الأسئلة وتقول: ما الحكم في المرأة التي اغتسلت وصامت وهي لم تطهر بعد، هل صيامها ذلك اليوم صحيح؟ صيامها غير صحيح إذا كانت صامت قبل أن ينقطع الدم، طلع عليها الفجر وصامت والدم لا يزال عليها، فإن صيامها غير صحيح لأنه مضى من هذا اليوم فترة وهي حائض، والاغتسال لا يبيح لها الصيام إلا إذا كان الاغتسال بعد انقطاع الدم، فعلى المرأة لا تستعجل حتى ترى الطهر والنقاء التام، فإذا حصل هذا قبل الفجر فإنها تصوم ولو لم تكن اغتسلت، ولو أخرت الاغتسال إلى ما بعد الفجر لا مانع من ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا. منذ أكثر من سنتين اشتريت من محل بعض الحاجات ودفعت له بعض القيمة إذ لم تكن موجودة لدي كاملة، وقلت سأعيد لك باقي القيمة، لكنني نسيت، وبعد مدة ذكرت ذلك وذهبت إلى ذلك المحل أدفع له ما بقي، ولكن صاحب المحل قد رحل بالرغم أنه قد جاء شخص آخر، هل أعطي ذلك الشخص الجديد أم لا بد من إعطاء الشخص الأول؟ جزاكم الله خيرا. لا بد من إعطاء الشخص الأول، أما الشخص الجديد فليس له استحقاق عليك، ولكن عليك أن تسأل عن الأول أين ذهب، أين مكانه، تسأل من لهم معرفة به من جيرانه وأصحاب الدكاكين مجاورين له، بل صاحب الدكان الذي حل محله أحرى أن يكون عنده خبر من هذا الشخص وأين ذهب، فعليك أن تسأل وأن تبحث عن هذا الشخص وتوصل إليه حقه، إذا كنت تثق من أحد يعرفه ويوصل حقه إليه فلا مانع أن تدفع ذلك إلى هذه الواسطة التي توصل حقه إليه. نعم، جزاكم الله خيرا. لماذا بعض الناس إذا قالوا أنا قالوا أعوذ بالله من كلمة أنا، لماذا يقولون أعوذ بالله من كلمة أنا؟ جزاكم الله خيرا. لأن هذا يشعر بالاعتداد في النفس والإعجاب بالنفس، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم استنكر على ابن عمر رضي الله عنه لما استأذن عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قال: أنا. قال ابن عمر: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا كأنه كرهها. نعم، جزاكم الله خيرا. ما حكم من نذر أن يذبح خروفا بسبب ما، ولما اشترى الخروف من صاحبه وذبحه وبعدما ذبحه وجد أنه شاه وليس خروف، وصاحب الخروف قال إنه خروف، وحينئذ إن غشيت أثناء الشراء هل يجزئ ذلكم عن النذر أم لا بد من الخروف؟ جزاكم الله خيرا. هذا حسب النية، إذا كان نوى الخروف وحدده فإنه لا تجزي الأنثى، أما إذا لم يكن نوى هذا وإنما نوى أن يذبح شاة ولكن تكلم بكلمة خروف كناية عن الشاة، لأن بعض الناس يقول خروف هو يريد الشاة سواء خروفا أو ضانا يعني أنثى، فلا بأس في هذه الحالة المدار على النية. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من ليبيا المستمع عبد الله سليمان بعث يسأل ويقول: هل يجب على المنفرد التلفظ جهرا في إقامة الصلاة الواجبة، وهل تسقط الإقامة عن المأموم؟ جزاكم الله خيرا. نعم، هل يجب على المنفرد التلفظ جهرا بإقامة الصلاة الواجبة، وهل تسقط الإقامة عن المأموم؟ جزاكم الله خيرا. الوجوب لا يجب، والإقامة سنة، لو تركها فصلاته صحيحة لكنه يكون تاركا لسنة، والجهر بالإقامة أفضل من الإصرار بها، الجهر بها أفضل ولو كان منفردا. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما المقصود من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث؟ المقصود من ذلك منع الوصية بالمال لأحد من الورثة، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قسم المواريث وأعطى كل ذي حق حقه، فلا يجوز للإنسان أن يوصي لأحد ورثته بمال، لأن هذا معناه عدم الرضا بما قسم الله سبحانه وتعالى
ولأن في هذا حيفا ولأن في هذا حيفا وإجحافا مع هذا الموصى له دون غيره من الورثة، فهذا يضر بالورثة. ولذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم من الوصية للوارث. والحديث فيه مقال، ولكن إجماع أهل العلم على منع الوصية للوارث، نعم، إلا إذا سمح بها الورثة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائل إليكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا.